خلينا نعرف تفاصيل اكتر. بينضم لنا سياده اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخليه الاسبق. سياده اللواء مساء الخير وتحياتي لحضرتك. اهلا بك يا استاذه ايمان، تحياتي لك ولاسره اعداد البرنامج، ومن خلال برنامجك اقدم خالص العزاء للشعب المصري ولاسر الشهداء، خاصه الشهداء الذين قدموا ارواحهم فداء لهذا الوطن وباستبسال غير منقطع النظير. دائما ما يكون هذا هو جهد رجال الشرطة والقوات المسلحة في المواجهات مع جرذان الإرهاب المتبقي. سيادة اللواء، يعني بشكر حضرتك طبعا على كلامك. احنا امس تم احباط ومواجهة مخطط كان بيحاك ضدنا، وكان المفترض لو قواتنا من قوات الداخلية ما قامتش للتصدي لهذا الهجوم كان هيكون في خسائر كتيرة جدا جدا في منشآت وفي أرواح الأبرياء في سيناء ما لهمش أي ذنب ولا علاقة بما يحدث. فخلينا نعرف يعني دور وزارة الداخلية ودور قواتنا اللي موجودة في سيناء إزاي قدرت تتصدى لهذا الهجوم. شوفي، هو اقول لحضرتك دلوقتي الجرذان اللي موجودين في سينا ظروفهم اصبحت صعبه جدا، وهم عايشين في الصحراء والامكانيات بقت بالنسبه لهم ضعيفه، وبالنسبه للحصول على الاموال علشان يجيبوا غذاء ويجيبوا سلاح ويجيبوا ذخيره، فاصبح لا امل لهم حاليا الا الخروج والانتحار. هذا هو الاسلوب الذي يقوم به هؤلاء المغيبين المتواجدين في سيناء. فامبارح بالليل حوالي الساعه 11 ونص تقريبا توجهوا على احد على ثلاث اكمنه، على معنى مش كمين، من نقط ارتكاز امنيه. نقط الارتكاز دي احد الارهابيين دول توجه الى نقطة الارتكاز، تصدى له الضابط والقوات الموجودة معه، ففجر نفسه، فانفجر الحزام الناسف فاصاب الضابط واصاب القوات اللي موجودة، لان الاحزمة الناسفة كده بتنتشر في المنطقة وتعور اكثر من ده، وتصدت الاجهزة في باقي الاكمنة للارهابيين اللي تخلوا عن اسلحتهم وما معهم من احزمه وقنابل يدويه، رموها وطلعوا يجروا كالفيران الى داخل المدينه وبتتابعهم القوات وبتحاول ضبطهم، وتم قتل اربعه من الارهابيين في موقع الاحداث ليلا في الساعه 11 ونص، وجاري العمل على ضبط الاخرين الذين استخبوا في وسط المواطنين في المدينة بعد تخليهم عن الأسلحة والأحزمة التي كانت معهم. طيب، ده تحليل ما دار أمس من مواجهة لقواتنا للإرهابيين اللي موجودين هناك. خلينا نتحدث أيضا في الجانب الآخر وهو خطة الأمل. خلينا نعرف المشاهد أبعاد هذه الخطة وما أسباب اختيار هذه الخطة في هذا التوقيت تحديدا يا فندم. شوفي، أقول لحضرتك حاجة، دي يعني إجهاض وضربة استباقية قام بها جهاز الأمن الوطني الجهاز الذي لا ينام الليل. هذه الضربة الاستباقية وهذا الإجهاد المبكر نتيجة جهد حوالي 3 أشهر من قبل رمضان، يعني رمضان وقبليه بشهرين، وأجهزة الأمن الوطني بتبحث في هذا الموضوع من ساعة ما خرج علينا أيمن نور ومحمد ناصر ومعتز ويقولوا لنا ويحرضوا ويقولوا كلام ويقولوا حاجات تحريض وحث الناس على الخروج، وهم كانوا من خلال هذا بيخاطبوا العناصر الإرهابية الموجودة بالداخل، فتم المتابعة ودراسة كيفية سيتم هذا، وتمكنت أجهزة الأمن الوطني المختلفة من تحديد هذه العناصر ان دي
العملية التي قاموا التي تم ضبطها أول أمس اللي هو يوم الاثنين، هذه العملية كانت بإعداد مسبق لتكوين أموال وتكوين مصادر دخل صحيح العمليات الإرهابية اللي بيقوموا بيها. وكان نتج من ذلك إن اتعرف إن في اثنين مخططين اللي هو محمود حسين وعلي بطيخ، دول المخططين لهذه العملية والذين رسموا لها كيف تتم، وأنشأوا كيانات داخل جمهورية مصر العربية عبارة عن شركات ومصانع ومزارع فيها أشجار مثمرة، بحيث يبان إن الفلوس هي نتيجة هذا الجهد وهذه المزارع وهذه المصانع وهذه الشركات، ويمول من خلالها عمليات الإرهاب اللي بيقوموا بيها. فبعد ما اكتملت العناصر واكتملت الأدلة لدى جهاز الأمن الوطني، وبعد استئذان نيابة أمن الدولة العليا بالمراقبة وبالمتابعة وبالتسجيلات بتلك العصابة الإرهابية، تم يوم ضبط وإحباط هذا المخطط. طيب. مخطط الأمن. طيب سيادة اللواء، يعني مصر في هذه الفترة أو في الوقت الراهن بتستضيف كأس إفريقيا وبيقام على أرضها، حدث مهم جدا جدا العالم كله أشاد بيه، وأيام بتفصلنا عن الاحتفال ب 30/6 كل سنة، وحضرتك طيب ثورة 30/6 المجيدة وانتصار 30/6 في هذا التوقيت، والدولة المصرية بتثبت أقدامها وبتثبت للعالم كله أن هي قدرت أن هي بعد 30/6 كمان تستعيد قوتها مرة أخرى وتقف على رجليها، مش بس بشهادة الداخل ده أيضا بشهادة المجتمع الدولي. اختيار هؤلاء الإرهابيين لهذا التوقيت لإصابة الدولة المصرية حضرتك بتشوفه ازاي؟ شوفي أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، هذه العصابة الإرهابية لا يوجد لديها مخ ولا تفكير، هم بيرتكبوا جرائمهم بصفة مستمرة باختيار توقيت هم فاكرين ان ده انشغال الأجهزة الأمنية بالدورة الإفريقية، انشغال الأجهزة الأمنية بالإعداد لاحتفالات ب30 يونيو وما قبل ذلك. فدائما هذه العصابات تختار أواقف الاحتفالات وأواقف الجماهير كلها عينيها على مصر وعلى كده، ويرتكبوا حتى هنا وحتى هناك، فيعتقدوا انهم سينالوا من صلابة هذا الشعب. والحقيقة انهم لو هم بيفهموا او لو هم عندهم ادراك لما يرتكبون، فهم بالعكس في الأعياد وفي المناسبات بتبقى القوات مستنفرة استنفار غير عادي. صحيح. فكان المفروض إن هم ما يختاروش التوقيت الاحتفالات ولا المظاهر الاحتفالية، إنما ده دأبهم منذ 1940. صحيح. سيادة اللواء أنا سعيدة جدا بمداخلة حضرتك وتحليل حضرتك لما يحدث في هذه الفترة، وبشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق.